أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم والذين كفروا بآيات
اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ السماوات وما في الأرض جميعا منه إن قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم ترجعون صدق الله العظيم.